السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة، نعود ثالثة إن صح التعبير إلى أرتا سكول، ومع السيدة بوجنارة سيدة الأدب العربي، مع طلبتي الأعزاء. أهلا وسهلا بكم. اليوم دائما ومع الوحدة العاشرة سنقدم درس في المطالعة الموجهة. نص المطالعة الموجهة هو حادثة مؤلمة، عنوان القصة. طبعا هذه قصة حادثة مؤلمة، سأقرأ لكم القصة. ولو أن تعودت مع تلاميذتي الأعزاء أن المطالعة الموجهة يقرأها التلميذ ويحضرها التلميذ في البيت، ونباشر في طرح الأسئلة لنتعرف على محتوى النص. بينما اليوم بإذن الله سأقرأ لكم القصة وسنروح على أنفسنا قليلا من خلال هذه القصة الشيقة. إذا كتقديم للنص لأضع التلميذ في جو الموضوع، يتعرض الإنسان لحوادث مختلفة، ومنها ما يترك آثاره على النفس، ومنها ما يترك آثاره على الجسد. وقد يترك الحادث الواحد آثاره على النفس والجسد معا، ولا يتخطى الإنسان ضغط التجارب المرة إلا إذا تعلق بالأمل في مساعدة غيره. وفي هذا السياق يصور الكاتب أحمد الدور ظاهرة حوادث المرور وما تتركه من آثار، ولا سيما إذا كانت الضحية من الأطفال. بسم الله، سأقرأ القصة بسرعة. عندما فتحت زهراء عينيها في غرفة الإنعاش بالمستشفى، وقع نظرها على وجه أختها الكبرى عائشة، التي ابتسمت لها في حنان رغم مزحة الحزن التي كانت مرتسمة على وجهها وأثر القلق الذي كان باديا في عينيها. وانتهت زهراء إلى أنها لا تركض في غرفة النوم المشتركة التي تعودت أن تنام فيها مع أختيها عائشة وسعدية وأخيهم الصغير يوسف. فسألت أختها في لهفة: أين أنا؟ ولم تنتظر الإجابة، والتفتت في حركة آلية ذات اليمين وذات الشمال لتشاهد أطفال آخرين يرقدون في أسرة بيضاء مستغرقين في نوم عميق، أو هكذا بدا للوهلة الأولى، لأن بعضهم في الحقيقة كان في حالة غيبوبة تامة. وقد ركبت على أفواههم وأنوفهم كمامات الأكسجين، وزرعت في أيديهم أنابيب السيروم التي تدلت من أكياس بلاستيكية مقلوبة على حمالات معدنية عند رؤوسهم. وكان بعضهم مغلف الرأس أو ملفوف اليدين بالضمادات أو الجبس. وفي هذه اللحظة قفزت إلى ذهنها الحادثة التي تعرضت لها. لم تعد تذكر الآن إلا تلك السيارة السوداء التي توقفت في الجهة المقابلة من الطريق ليشتري ركابها خبز المطلوب منها، ثم تلك السيارة التي فاجأتها من الاتجاه المعاكس وهي تقطع الطريق. وفي طرفة عين شاهدت تلك السيارة وهي مقبلة كالسهم وقد أشعلت أضواءها، ثم سمعت صوت عجلاتها وهي تفرمل بقوة وتحتك بإسفلت الطريق وكأنها تتمزق تمزقا فظيعا. ثم لا شيء بعد ذلك إلا إلى هذه اللحظة التي فتحت فيها عينيها بالمستشفى. قالت لها أختها التي كانت تجلس إلى جانب سريرها: احمدي الله يا عزيزتي أنك لم تموتي ولم تفقدي أحد أعضائك في الحادثة لتبقي طول حياتك معوقة. منذ متى وأنا هنا؟ منذ أول أمس بعد العصر عندما عدت من المدرسة وخرجت كالعادة إلى الطريق لتبيع الخبزة، ولحسن حظك أنك نقلت بسرعة إلى المستشفى، وإلا لكنت قد مت نزفا. وأحست أنها مرهقة وأن رأسها يؤلمها،
فحركت يدها نحو جبينها ولكنها لم تتمكن من ذلك. اكتشفت أن يدها مربوطة بشريط لاصق إلى السرير وأن أنبوبا للسيروم مغروز في وريدها. كما أحست أن رجلها اليمنى ثقيلة فمالت برأسها نحو اليمين لتراها مغلفة بالجبس، وأحست أثناء ذلك بجرح في جبينها، ثم راحت تنتبه شيئا فشيئا إلى آلام متفرقة في كامل جسمها. تضايقت من ذلك ولمعت الدموع في عينيها، فراحت أختها تهون عليها وتشرح لها: لا داعي للبكاء يا عزيزتي، فلولا لطف الله لكانت إصابتك أخطر. لقد أصبت بكسر في رجلك وبجروح وردود مختلفة في جسمك، أما الغيبوبة التي كنت فيها فقد طمأنني الطبيب وقال إن ذلك يعود إلى ارتجاج في المخ نتج عن الصدمة، لكنه غير خطير ويعد لحظة وبعد لحظة وكأنها تذكرت شيئا قالت لأختها: سيسجلون غيابي في المدرسة. وطمأنتها عائشة: لا تقلقي، فقد أخبرنا إدارة المدرسة بالحادث وقد تألم الجميع وأظهروا أسفهم مما حدث لك، وتنقل المدير بنفسه وبعض المعلمات والمعلمين إلى المستشفى ليلة الحادثة وصباح اليوم للإطمئنان عليك. كما جاء العديد من زميلاتك وزملائك في المدرسة يسألون عنك، والدموع تلمع في عيونهم. وتأثرت زهراء بما روته أختها الكبرى، ولم تستطع أن تمنع دموعها من الانحدار على خديها، وتذكرت أخاها وأختها الأخرى فسألت: وأين يوسف وسعدية؟ يوسف صغير ولا يصلح له بدخول المستشفى، أما سعدية فهي في الثانوية وقد حالت ظروف الامتحان دون حضورها، وقد طمأنتها بأنك بخير. لكنني أريد أن أرى أخي وأختي عندما تخرج إلى المستشفى إن شاء الله. ومتى أخرج؟ أنا أريد أن أعود إلى بيتنا. ستخرجين حين يسمح الطبيب ذلك، لا تقلقي، أنا أريد أن أخرج قبل الجمعة. واستغربت عائشة إلحاح زهراء على الخروج، ثم تنبهت إلى ما كانت ترمي إليه بقولها قبل الجمعة، فهي تشير إلى الزيارة الأسبوعية التي تعودن عليها مع أخيهن لقبر أمهم وأبيهم صباح كل يوم جمعة. وأوشكت دموعها أن تفضحها أمام أختها، ولكنها تظاهرت أنها لم تفهم ما ترمي إليه، وسارعت إلى التأمين على قولها: إن شاء الله ستخرجين قبل الجمعة. وشعرت زهراء بالارتياح وهي تسمع قول أختها: وعدته وعدا منها. وساد الصمت بينها من جديد، وانشغلت كلتاهما بالنظر مرة أخرى إلى ما حولها من الأطفال ضحايا حولتي الطرق. وكان بعضهم في غيبوبة، وبعضهم يئل من الألم، وبعضهم لا يستطيع حتى مجرد الأنين. وكان قلق أهاليهم وحزنهم حال حالهم مرسوما حسب حالة الإصابة في وجوه أبائهم، ومعبرا عنه بدموع الأمهات التي تراها تنزل في صمت على فلادات أكبارهن وبسخاء لا يماثله إلا حنانهم. كان يوما رائعا ذلك اليوم الذي خرجت فيه زهراء من المستشفى. زارها في بيتهم المتواضع معظم زميلاتها وزملائها في المدرسة وبعض المعلمات والمعلمين، وقدموا لها بعض الهدايا. وزارها أيضا وفد من جمعية أولياء التلاميذ وأهدوها حكازين طبيين تستند عليهما بإبطيها عند المشي، وقال لها رئيس الجمعية وهو يسلمها العكازين: هكذا تستطيعين الذهاب إلى المدرسة ولا تفوتك دروسك. وحست زهراء بسرور عظيم أن ساهم صابها، وعبرت بقدر ما تستطيع لكل زوارها عن امتنانها وحبها لهم، وقد نسيت في ذلك اليوم أي شعور من ذلك الذي كان ينتابها بين الحين والآخر بأنها يتيمة وفقيرة وقليلة الأهل. وبفضل العكازين تمكنت من زيارة قبري والديها
يوم الجمعة، كما تمكنت من الالتحاق يوم السبت بمدرستها. جوانا القصة عجبتكم وسنتطرق إلى العبرة التي نأخذها من هذه القصة. المهم الآن سنتعرف على محتواها عن طريق الأسئلة، وهي أسئلة في أكتشف معطيات النص. قلك هل كانت زهرة تدرك أنها ترقد في المستشفى؟ بما أدركت ذلك وماذا وقع لها؟ من يجيبني بعد سماعكم لي القصة؟ من يجيبني دون أن ينظر إلى السبورة؟ أحسنتم، لم تبعتموني جيدا. لم تكن زهرة تدرك أنها في المستشفى إلا بعدما أخبرتها أختها عائشة بالحادثة المؤلمة التي حصلت لها في قارعة الطريق وهي تبيع الخبز. تبيع الخبز دليل على فقر هذه العائلة اليتيمة. إذن سؤال ثاني يقول لك حدد جروح زهراء ومدى تأثرها بها. إذن زهراء أصابتها جروح كثيرة ومؤلمة. إذن أصيبت زهراء بكسر في رجلها وبجروح مختلفة في جسمها، وقد أثرت الجروح على صحتها فأرهقتها كما أثرت على نفسيتها. كل هذا هذه الإصابات نركز عليها لنبين للتلاميذ وغير التلاميذ أن يحذروا في الطرقات وأين يجب أن نقطع الطريق. إذا تلاحظون أنها لم تصب فقط في صحتها وإن صحتها البدنية وإنما حتى النفسية. نقول لك ما أثر التفاف؟ إذن جاءها زملاؤها، إذن هؤلاء الزملاء والأساتذة إلى آخره الذين اهتموا بصحة المصاب. نقول لك ما أثر التفاف الزملاء والمعلمات بزهرة على نفسيتها؟ هل ساعدها ذلك؟ هل ساعدها أن ترى كل ملتف حولها؟ طبيعة الحال إذن ساعة كل الطاقم التربوي لهذه المصيبة التي ألمت بأحد أعضائه فسارعوا لزيارتها والتهوية عليها. طبيعة الحال أن زهراء كانت تلميذة نجيبة، تلميذة متخلقة، وفوق كل هذا أنها كانت يتيمة وفقيرة، فالكل تعاطف معها وتمنى لها الشفاء. إذا في هناك في أكتشف معطيات النص تلاحظون الأسئلة، حاولت بقدر الإمكان أن تكون الأسئلة تعطينا لمحة عن القصة التي قرأتها أمامكم قبل قليل. أناقش معطيات النص، أقول لك ما هو رد فعل زهرة حينما اكتشفت أنها لا ترقد في غرفة نومها؟ زهرة كانت في غيبوبة وعندما فطنت وجدت نفسها في المستشفى، إذا ماذا كان رد فعلها؟ تعلمت زهرة لنومها في المستشفى وزادها تأثيرها حالها الذي صارت عليه فترك في نفسها جرحا عميقا. تأثرت بما آلت إليه صحتها وحالها بطبيعة الحال. ثم يقول لك على ما يدل تذكر زهرة لمدرستها وسؤالها عن غيابها عنه. إذن على ما يدل؟ زهرة تذكرت مدرستها وتذكرت بأنها غابت عن المدرسة، على ماذا يدل هذا؟ على أنها تحب مدرستها، تحب أساتذتها ومعلميها، وأنها تلميذة مواظبة، تلميذة تريد أن تصل إلى أعلى المستويات وتنجح في حياتها لتخرج عائلتها وتخرج نفسها بطبيعة الحال من حالة الفقر هذه. إذا حدد الشخصية الرئيسية والشخصية الثانوية في القصة. طبيعة الحال القصة بطبيعة الحال خيوطها من الذي يحركها؟ طبعا الشخصيات عاودي كملي غير ولا لبستي. إذا قلت بالنسبة للقصة عندما نقول القصة نقول بأن شخصيات
قصة لا نستطيع أن نقول قصة إلا إذا كان فيها شخصيات، عندنا شخصية رئيسية وعندنا شخصيات ثانوية التي تحرك خيوط القصة. إذن الشخصية الرئيسية هنا هي زهراء وعائشة، زهراء التي أصيبت به في حادث المرور، وعائشة أختها التي كانت ترعاها في المستشفى. شخصيات ثانوية طبعا شخصية سعدية أختها التي كانت تسأل عنها عائشة أين هي، أختها الصغيرة. ثم يوسف أخوها الصغير الذي اهتمت لحاله وسألت عنه. الوالدين المتوفيين والزملاء معلمين المدير، هذه كلها شخصيات ساعدت بطريقة أو أخرى في تحريك خيوط القصة الجميلة هذه، ولو أنها قصة قصيرة ولكن لها هدف معين، هدف معين نأخذ منها عبرة. العبرة ما هي من هذه القصة؟ هو أن نحذر ونحن نقطع الطريق، نحذر ونحن نسير في الشارع، نحذر وحتى بغض النظر عن السيارات بعض الأحيان، وأنت تمر بورشة بناء أو يجب أن نحذر، ممكن أن تسقط أي شيء يستطيع أن يسقط من أعلى هذه البنايات التي تكون في إطار البناء ورشات بناء، فيجب أن نأخذ حذرنا وأن نمشي في الطريق السليم وكله بإذن الله تعالى. الآن عندنا تطبيق، صح التعبير، سنستطبق المعطيات في من خلال هذه القصة. قل لك حدد الأفعال التي اشتقت منها الأسماء الآتية ثم بين كيف اشتقت. إذا أفعال، إذا أنا سأخبئ المروعة، هذه أسماء اشتقت من فعل. إذا فعلها ماذا؟ شكرا جيد. إذا الفعل روع، يروع، مروع، اسم الفاعل مروع هو اسم الفاعل. إذا المقابلة فعلها ماذا؟ جيد شكرا، قابل يقابل والتقابل. إذا لاحظ هذا المصدر ثم فعله في الماضي والمضارع وعندنا اسم الفاعل شكرا. الآن عندنا صورة بيانية، ولمعت الدموع في عينيها. سأخبئ الإجابة بقدر الإمكان حتى تستطيعوا الإجابة بأنفسكم. إذا لمعت الدموع في عينيها، شبه ماذا بماذا هنا؟ شبه الدموع بيقول لك لمعت الدموع، شبه الدموع التي شبهها بضوء أو بشيء يشع بالنور. إذا فنعنا نقلنا حذف المشبه به وهو اللمعان أو الضوء، وأبقينا على لازمة من لوازمه وهي القرينة اللفظية الدالة على ذلك هي لمعت. ما الذي يلمع؟ هو الضوء، لمعان إلى آخره. فإذا هذا الذي يدل على أنها شبهها الدموع باللمعان أو بشيء يبرق هو القرينة اللفظية. وأعرف مسبقا أن تلاميذ الأعزاء الاستعارة المكنية أكلوها أكلا ويعرفونها بمجرد ما تظهر لهم العبارة، فيعرفون أنها استعارة مكنية ويعرفون كيف يشرحون الاستعارة المكنية مع ذكر القرينة اللفظية. إذا القرينة اللفظية هي الفعل لمعت، وما يلمع إلا بريق أو إذا الأثر هنا أثرها كما شرحت لكم مرارا وتكرارا في القسم أعزائي الطلبة، أثرها في المعنى تقوية المعنى وإيضاحه إلى جانب جمال الأسلوب. هذا الأثر هو أثر الاستعارة المكنية التي يعرفها جميع التلاميذ والحمد لله. إذن إلى هنا أعزائي التلاميذ نأتي إلى نهاية درس اليوم وهو المطالعة الموجهة، وهي عبارة عن
قصة، وأنا ارتأيت أن يكون اليوم مطالعة موجعة، فلن حد أن تكون من حدنا أن تكون المطالعة الموجعة قصة جميلة، منها أخذنا العبرة، ومنها عرفنا الهدف من ورائه كتابة هذا الكاتب الذي يحرص على سلامة أبنائنا. لأن شكرا مرة ثانية على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء في حصة قادمة بإذن الله. الدرس هذا قدم من ألتا سكول بالمنزل. شكرا.